وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة حلا الشيحة بتقوم فيه بصبغ شعرها بلون جديد، وده بعد خلعها للحجاب وعودتها للفن. وكانت الفنانة حلا الشيحة اللي اعتزلت منذ عام 2006 فاجأت جمهورها بالعودة للتمثيل مرة أخرى، الأمر اللي أثار موجة من التأييد والانتقاد لقرارها. وتفضل حلا الآن ما بين السيناريوهات لتعود بأحدهم لجمهورها اللي غابت عنه من وقت تقديم آخر أفلامها كامل الأوصاف أمام الفنان الراحل عامر منيب سنة 2006.